أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، يقول الله تبارك وتعالى، وانظروا إلى هذا الحديث العظيم، يقول لأهل النار نعوذ بالله من نار جهنم، يقول لصاحب النار لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت مفتديا به من عذاب جهنم؟ وعليكم السلام ورحمة الله. أكنت تقدمه وتفتدي وتخرج من عذاب جهنم؟ فيقول نعم يا رب. فيقول له الله تبارك وتعالى قد كنت طلبت منك أقل من ذلك، أيسر من ذلك، أن تعبدني ولا تشرك بي شيئا، فأبيت إلا الشرك. فعندما تعلم أن صاحب الشرك والعياذ بالله يوم القيامة يفلس ويكون في مثل هذا الموقف العظيم، وأنه لو كان يملك ملء الأرض ذهبا لافتدى به حتى ينجو، وعليكم السلام ورحمة الله، حتى ينجو من عذاب الله. فنحن نحمد الله ونشكره في زمن المهلة، نتعلم، نتعلم التوحيد حتى نعبد الله على بصيرة، نتعلم الشرك حتى نحذره. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير.